وعصر الإعلام بكل ما للكلمة من معان، فلم يعد الإعلام لاحقاً للحدث بل مشاركاً في صنعه واتخاذ القرار، وغدا السلاح الأمضى والأكثر فاعلية حسب ما يستخدم، ورغم الذين حاولوا أن يسكتوا صوت الحق، صوت الإخبارية، إلا أنهم لم يفلحوا، فقد استمرت وتيرة العمل أكثر وأكثر، وخصوصاً بعد حادثة تفجير الإخبارية في 27 من شهر حزيران من عام 2012، وراح ضحية هذا العمل الإرهابي عدد من الزملاء. أصبتم صباحاً مشاهدينا الكرام، تحية شجعان نزفها لكم من هوا الإخبارية السورية في دمشق، وبكل فخر واعتزاز وإرادة نزف إليكم خبر استشهاد مجموعة من الإعلاميين والعاملين في قناة الإخبارية الشجاعة التي تم استهدافها صباح هذا اليوم في ساعات الصباح المبكرة. ولم يكن الإعلام السوري في يوم من الأيام خارج رسالته الوطنية والقومية، هو لسان الحق والحقيقة ونبض الهوية السورية العربية والإنسانية. على هذا الأساس البين والراسخ جاء تأسيس الإخبارية السورية، ومن أجل تلك الرسالة جاء استهدافها أكثر من مرة، لأن رسالتها واضحة، ألا وهي عين على الواقع. الإخبارية السورية هي نبض الحدث، لم تكل يوماً عن متابعة كل ما حدث ويحدث، ونحن معاً وكلنا إصرار وعزيمة على إكمال المسيرة التي بدأناها إعلاميون وإداريون وعمال وفنيون، كلهم اجتهدوا وقدموا وثابروا حتى يومنا هذا، واصلوا الليل والنهار في سبيل الدفاع عن الكلمة. منهم من ارتقى شهيداً فكان شهيد الحق، ومنهم ما زال مؤمناً بأن أصحاب الكرامة والعزة لا يموتون. هذا الإعلام لم ولن يتوقف ولن يكف عن التطور ومواكبة العالم كله، فصوتنا من الوطن وللوطن يعود.